بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاني عبد الوهاب، وإن شاء الله تعالى النهاردة هنكمل الكورس بتاع مايكروسوفت لينك سيرفر 2010 و2013. في الأول بس حابب أقول لكم إن الكورس ده مش أوفيشال ترينينج، ده عبارة عن كاستمايزد كورس بيزد على وركشوب، تكنيكال وركشوب. ودي الكونتاكت بتاعتي، وكل سنة وانتم طيبين. هنشوف دلوقتي، انا عندي لينك 13 اوريدي كان شغال، فهنشغل اللاب بس مرة تانية. طبعا شغل السيرفر ده، وكمان عندنا الدي سي، ده الحاجات اللي احنا محتاجينها دلوقتي. هنبدأ نعمل ايه؟ مش محتاجين الكلام ده دلوقتي. هنبدأ نضيف في التوبولوجي بيلدر، عايزين نبدأ نشتغل في التوبولوجي بيلدر بتاعة 2013، ونشوف ايه الفرق ما بين الـ 2013 والـ 2010 في موضوع التوبولوجي. قال لي والله في 2013 الموضوع دلوقتي اختلف تماما كالاركتكشر ديزاين، وكمان اقدر اعمل كولوكيشن لجزء كبير من اللينك على سنجل سيرفر، يعني الفرونت اند ينفع يبقى كولوكيتد معاه رولز تانية ما كانتش تنفع في 2010، زي ايه؟ زي الاركايفنج والمونيتورنج. يعني انا اقدر اعمل لينك سيرفر فرونت اند، اركايفنج، مونيتورنج على نفس السيرفر بتاعي اللي هو ال 2013 الفرونت اند. طيب هنقفل ال 2010 دلوقتي خالص كده، نشتغل على الجزئية دي. أنا عندي إيه؟ عندي بول 2013، البول دي نوعها ستاندرد إديشن. تعالى نمشي الويزرد الأول وأوريك أنا الويزرد بتفاصيله إيه، وبعدين هبدأ أعدل لك على البول اللي إحنا عاملينها، ونبدأ نضيف الحاجات اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا هنشتغل عليها. فهنقول هنا عايزين نعمل فرونت إند بول، نيكست نعمل واحدة ستاندرد وواحدة إنتربرايز. خلاص طبعًا مش هننفذ الكلام ده، انا بس هوري لك التوبولوجي بتمشي ازاي في اللينك 13. اول حاجة يا سيدي بيقول لك اسم البول ايه. خلي بالك هنا ده اول اختلاف. لو جيت في 2010 هكنسل، معلش، لو جيت في 2010 هنا اهو في التوبولوجي بتاعت 2010، انت كنت بتعمل بول تقول له عايز اعمل بول، وبعد كده لما تيجي في اول ستيب يقول لك انت عايزها ستاندرد ولا انتربرايز. دلوقتي خلى التوبولوجي نفسها فيها ايكون خاصه بالستاندرد، وخلى ايكون تاني خاصه بالايه؟ بالانتربرايز. خلاص طبعا تقدر هنا اساسا تعمل نيو سايت لو انت عايز، وتسمي السايت بتاعك اي حاجه، وتقول نيكست، تحط البيانات بتاعتك برضو اي حاجه اهو، وبعد كده تضيف لو انت عايز تضيف ايه؟ فرونت اند بول تانيه. تعال يا سيدي ناخد هنا الستاندرد ونقول له عايزين نعمل نبدأ بالكبيرة الأول، نقول له عايزين نعمل واحدة انتربرايز. فهيقول لي ان انت لازم تكون عارف الحاجات دي زي ايه، زي ان انت do you plan to use front end pool for conferencing or voice، هتشغل عليها conference server او voice server ولا لا. طيب بالنسبة للسكالابيليتي بتاعك في الفيوتشر، هتكبر التوبولوجي بتاعتك بحيث ان هي تبقى scaled لغاية رقم يوزرز معين ولا لا؟ الفول كواليفايد دومين نيم بتاع البول ايه؟ هل لو هتستخدم الكونفرنسنج تكون حضرتك عارف الاكسترنال يو ار الز اللي الناس هتاكسس عليها. البول فول كواليفايد هنسميها بول 13.hani.mc.local. نيكست الكمبيوترز نفسها، ليتس ان احنا هنسميها FE13-01 .hani.mc.local. وبالمناسبة يا جماعة البول انت عارف ان هي ممكن تكون ايه؟ تكون اكتر من كمبيوتر، يعني ممكن اضيف بالشكل ده. خلاص طبعا ده شكل الايه؟ شكل الـ Enterprise Edition بول، ان انا اقدر اضيف اكتر من كمبيوتر، ممكن اضيف حتى 3 و 4، وعلى حسب الـ Number of Servers. خلاص عظيم جدا. هنقول Next. مش عارف الانترنت شغال ولا لا، كنت اجيب لك حاجه. لا مش شغال، كنت اوري لك حاجه، خليها ليتر اون. الفيتشرز اللي انت حضرتك هتعملها
كولوكيشن مع الفرونت اند بول. خلاص زي ايه؟ زي عندك الكونفرنسنج الاوديو والفيديو والابلكيشن شيرنج دي باي ديفولت تقدر تعملها كولوكيشن مع الفرونت اند, ودي كانت موجوده من 2010 برضو. زي ايه هنا؟ قال لي الفيتشرز اللي انت عايزها زي ايه؟ الانستنت مسج, البريزنس ار اولويز انيبلد, دول باي ديفولت موجودين سواء انت شغال 2010 او 2013 اي سيرفر, او جاست انت لو نزلت سيرفر على الفرونت اند بس باي ديفولت عندك الانستنت مسج والبريزنس اللي هو الستاتس نفسها اواي دي. يا جماعه عشان برضو لو حد لسه ما يعرفش يعني بريزنس, دي اسمها البريزنس اللي هي الستيتس بتاعت حضرتك ايه, والانستنت مسج اللي هي التكست مسجز اللي احنا عارفينها. دول باي ديفولت انيبلد في اي سيرفر جاست ان انت تنستول عليه لينك فرونت اند بس من غير اي رولز تاني. لكن لو انا عايز ازود الاوديو والفيديو بول والابلكيشن شيرنج دول اقدر انا اعملهم ايه؟ اقدر انا اعملهم هنا في البول, اقدر اضيف حاجه اسمها الاوديو او الفيديو. لو انت بصيت هنا اهو فتحت اللينك 2010 هتلاقي في عندك حاجه اسمها ايه الاوديو والفيديو او الاي في, اي في بول اللي هي اوديو وفيديو بول. فتقدر انت تخليها لوحدها وتقدر تخليها كولوكيتد معها. طبعا تكون لوحدها امتى؟ لو انت عندك رقم مهول من اليوزرز يكون اكتر من 10000 او 15000 يوزر اكاونت. طيب هتحب تستخدم دايل ان بي اس تي ان كونفرنسنج, يعني هيبقى في دايل ان. لو قلت له هستخدم الدايل ان او البي اس تي ان اللي هي بابليك سويتش تليفوني نتورك اللي هي شبكه مصريه الاتصالات اللي احنا بنقول عليها يعني, او شبكه الاتصالات الدوليه نفسها اللي هي شبكه التليفونات الموجوده في البلد او موجوده في العالم عموما, لو احنا انتجريت معاه اللي هي التليفوني سيستم يعني, فهيبدا يسالني قدام يقول لي طب اديني الجيت واي اللي عندي. خلي بالك انا همشي الويزرد دي كلها فيرتشوال وبعدين هكنسلها وابدا اشتغل لك على الحاجات الحقيقيه. انا بس عايز اعمل ديمونستريت الكاستمايزيشن بتاع 2013 الموجود في التوبولوجي بيلدر والاركتكتشر ديزاين بتاع النتورك الاول قبل ما حضرتك تبدا تشتغل وتعمل ديبلوي لل السيرفر الموجود عندك. فهنخليها عشان اوريك الاوبشن بس, ولكن دي هنخليها ان شاء الله ليتر اون في فيديوهات تانية لان دي ميلي شغلها شوية ناحية الفويس. طب بالنسبة للانتربرايز فويس, انتربرايز فويس هتشغله ولا لا؟ لو هتشغل الانتربرايز فويس يكون كولوكيتد برضو, يعني فيش مشكلة ان انا هكولوكيت كده مين الميديشن. يعني انا دلوقتي لما اشغل انتربرايز فويس يبقى انا كأني جيت عند الميديشن هنا وقلت له رايت كليك نيو ميديشن, فهو يعمله كولوكيشن مع مين؟ مع الفرونت اند. خلاص فكل سيرفر يا جماعه ينفع يبقى لوحده وينفع يبقى كولوكيتد. في بعض السيرفر رولز زي الاركايفنج والمونيتورنج كان زمان ما ينفعش تنزل مع الفرونت اند, دلوقتي كود بي كولوكيتد ايفن مع الفرونت اند سيرفر بول او السيرفر وحده. طب بالنسبه للكاك اللي هي الكول ادميشن كنترول يمكن برضه كولوكيتد. الاركايفنج سيرفر, فاكرين الاركايفنج اللي احنا عملناه تو انيبل اكستشينج سيرفر انتجريشن او لينك سيرفر كنترول بانل, يعني عشان تعمل سوري تو انيبل الاكستشينج سيرفر انتجريشن يوز لينك سيرفر كنترول بانل, انت تقدر كمان تعمل الانتجريشن بتاعه الاكستشينج مع اللينك. بالنسبه لحته الاركايفنج ان هو يستور الداتا اركايفد اللي هي الشاتس والحاجات دي كلها عند اكستشينج. وبعدين عندك المونيتورنج اللي هي السي دي ار كول ديتيلد ريكورد او الكيو او اي اللي هي كواليتي اوف اكسبيرينس, الحاجات بتاعه الايه الكولز والكواليتي بتاعه الكولز والكلام ده كله. فاقدر اكولكيت كل الكلام ده معاهم بس بشرط الكاك هتحتاج سيكوال, الاركايفنج هيحتاج سيكوال, المونيتورنج هيحتاج سيكوال. تعال نشوف نقول له نيكست. وبعدين عشان انا هنا قلت له انا محتاج الانتربرايز فويس والبي اس تي ان, فقال لي ايه؟ قال لي طالما هتشتغل انتربرايز فويس يبقى انت ايه هتحتاج الايه, هتحتاج الراجل بتاع الميديشن. طالما عندك بي اس تي ان وفويس يبقى انت محتاج الميديشن. فهو قال لي هنا, قال لي الميديشن سيرفر كان بي كولوكيتد مع الفرونت اند. خلاص هنا بيقول لي الكولوكيشن ريكويرمنت في يور كمبيوتر, يعني هو مش محتاج ايه, مش محتاج كمبيوتر كبير قوي, لكن في اللارج انفايرمنت ديبلويمنتس ستاند الون ميديشن بول كان بي بروفايد بيتر فويس كواليتي اند جريدر
سكالابيليتي. خلاص فحضرتك لو انت عندك السكيل زي ما انا قلت لك كده كبير جدا هتضطر ان انت تعمل ستاند الون بول خاصه بالميديشن. بالنسبه للميديشن طبعا انت عارف حضرتك انه ينفع يبقى سيرفر واحد وينفع يبقى بول. الكلام ده يا جماعه يا ريت احنا يعني قلناه كتير جدا وادينا بنقوله تاني. كل الرولز بتاعه اللينك ينفع يبقى لوحدها وينفع تبقى كولوكيتد وينفع تبقى ستاند الون سيرفر يعني جهاز واحد وينفع تبقى بول. والبول دي فيما بينها ايه لود بالانس. خلاص فهنقول له خلاص احنا نعمل له كولوكيشن هنقول له نيكست. قال لي طب بالنسبه للايدج بول انت الفرونت اند دي محتاجه اكيد ايدج فحضرتك هتحط الايدج بول. احنا اتكلمنا عن الايدج بما فيه التفصيل كتير جدا جدا جدا. تعال نمشي الويزرد برضو جاست ان احنا ناخد معانا الايدج بالمره واحنا ايه واحنا ماشيين. فهنخلي كمان الايدج بول تبقى موجوده معانا ولينكد على الفرونت اند بول دي اللي احنا عملناها. نيكست هيبدا بقى يسالني هنا قال لي طب انت انتربرايز يبقى في الحاله دي انا محتاج ايه محتاج تحط لي سيكوال ستور محتاج تحط لي سيكوال ستور. طب هنعمل ايه هاجي عند السيكوال هنا وهقول له عايز اعمل نيو وبعدين احط له اسم السيكوال بتاعه واسم الانستنس. السيكوال بتاعنا اسمه s-sql اهو هنضيف لها احنا ايه اللي ما تقلقش انا واخد بالي اهو. فهنا بيقول لي ايه قال لي والله ان الراجل ده موجود قبل كده واساين فاحنا نحط له انستنس ثانيه اللي هي كانت اسمها لينك 13. خلاص طبعا هنا خلي بالك بيقول لك ايه بيقول لك ان السيرفر ده ما ينفعش تستخدمه لان هو اوريدي كونتيند على ايه على انستنسز فبالتالي ما ينفعش تستخدمه. ازاي ده احنا عاملين عليه انستنس ثانيه. قال لي هقول لك انا على حاجه ظريفه تعالى نكنسل دي ومعلش هنتعبك معانا نكنسل دي كمان وبعدين نجي لها تاني. نيجي عند الشيرد كومبوننتس هنا عند السيكوال الحته اللي كنت بقول لك عليها ال 2010 هي الاوديو والفيديو هي يا جماعه ادي الاي في اللي انا بقول عليها اهي عشان انا ايه ما انساهاش. بالنسبه للسيكوال قال لي انت عندك كام سيكوال عندك السيكوال اهو ده السيكوال الحقيقي بتاعنا اللي هو سيكوال 2008 عليه 2 انستنس وكل انستنس خلي بالك اقول له براوز وريني كده يا عم الحاجات اللي عندك. قال انا عندي ايه عندي 4 انستنس واحده ديفولت واحده مون ارك واحده لينك 13 واحده تشات. فنيجي نعمل ايه عند هنا هو عندي 2 الديفولت والمون ارك فانا هضيف السيكوال الثاني هقول له ضيف لي السيرفر ده حط لي الانستنس لو سمحت اللي اسمها ايه اللي اسمها لينك 13 حط لي السيكوال على لينك 13. خلاص اهو لينك 13 ادي البول دي او ادي الانستنس دي سوري. خلاص عظيم جدا. قال لي كمان ممكن تعمل سيكوال انستنس ايه ميرور على البورت الفلاني لو انت عايز تانيبل الموضوع ده هقول له ما فيش مشكله اوكي. يبقى انا كده ضفت الانستنس دي هنا وبعدين نضيف الانستنس الرابعه على السيرفر ده برضو ونسميها تشات وممكن ننيبل عليها الميرورنج اهو. يبقى انا في الحاله دي عندي ايه كده عندي 4 انستنس والتو انستنسز دول مش لينكد اهم مش لينكد. وبعد كده قال لي ممكن تيجي هنا طبعا المفروض تعمل بابلش يعني بس احنا كده تعالى نجرب تعالى نقول هنا نعمل احنا انتربرايز بول هنسميها بول 13 دوت هاني ام سي دوت لوكال وبعدين نقول للكمبيوترز هنسميهم اس ار في داش او 1 وكفايه عشان بس ايه نجرب كده بسرعه ونحط كل الرولز اللي احنا قلنا عليها والايدج اوكي. هنا لسه مش ظاهرين خلينا نعمل بابلش الاول طبعا المفروض نعمل بابلش احنا اللي استسهلنا. اوكي طبعا النفس العميق يا جماعه بيقوي التركيز عارفين نفس عميق تكتم نفسك 3 ثواني او 4 ثواني
طلع زهير زي شفيق وزهير كده. خلاص كويس كويس كويس. ها انيبلينج التوبولوجي. طبعا في سيرفرز ممكن تكون محتاجه تكون اونلاين عشان تو انيبل التوبولوجي. اعتقد كل السيرفرز اللي هو محتاجها اونلاين. فكده ويل دان. خلينا نجو باك للانتربرايز كذا بعد كده كذا يا سيدي ونقول له هنا يلا SRV-01 وبعد كده كلوكيت كل الكلام ده يلا next كلوكيت الميديشن ايدج. طيب خلينا نتشيك على حاجة كمان. طيب بصوا يا شباب دلوقتي هو الراجل ده مش محتاج او مش عايز ان هو ياخد السيكوال الموجود عندنا بالانستنس الجديدة لانه طبعا هو السيرفر هنا منشند قبل كده في انتربرايز اديشن برضو والسيرفر مين طالما موجود عندك في التوبولوجي القديمة هيبدأ يقول لك الايرور اللي حضرتك شايفه ده ان هو يقول لك السيكوال او S-SQL هيقول لك ان السيرفر ده اوريدي موجود فين موجود على التوبولوجي وعليه سيكوال انستنس كمان موجوده هنا في التوبولوجي. فاحنا بس فور ايه فور تيست احنا كده كده هنكنسل في الاخر وهوري حضرتك هنعمل ايه. ممكن نقول له سيكوال 2 خلاص وبعدين ندي له اسم الانستنس العاديه وليكن هنسميها مثلا دي بتاعت الانتربرايز نفسه فهنخليها مثلا اللي اسمها لينك 13 الانستنس والبورت الميرور ده اوكي. لو عايز حضرتك تعمل كمان ميرور للسيكوال ده على مكان تاني اتس اوكي مفيش مشكله. وبعد كده نقول نيكست. الفايل ستور نقدر ناخد حاجه من القديم وليكن هناخد الفايل ستور الموجود على السيكوال سيرفر القديم او يو كان كرييت نيو وان مفيش مشكله. هنا بيقول لي الويب سيرفيسز يو ار الز تقدر توفررايت على الانترنال ويو كان برضو تشينج الاكسترنال يو ار الز زي ما احنا شفنا في 2010. الاسوشيتد اوفيس ويب اب سيرفر بول هي احنا اوريدي عندنا واحده موجوده كانت تحت خالص هنا لو انت فاكر هنا هو اوريدي بياخدها برضو لان هي الوحيده الموجوده في ال التوبولوجي بتاعتنا. بعد كده في السيكوال اركايفنج هو قال لي ايه طبعا خلاص هو خد السيكوال 2 ده هيعتبره السيكوال 2 ده بتاعه هيبدا هو ياخد السيكوال 2 يبدا يحط عليه الداتا بتاعته. تقدر تقول هنا كمان كرييت نيو 1 وتقدر تحط هنا لو عايز حضرتك تسمي مثلا S-SQL-2 مفيش مشكله وتحط طبعا تكون انت مجهز انستنس ثانيه انستنس تانية وليكن هنسميها مثلا مون ارك زي ما احنا كنا مسمينها في 2010. فهو هياخد الانستنس اللي اسمها مون ارك لان دي بتاعت الاركايفنج. بالنسبة للمونيتورنج هيقول لي تاخد مين هقول له هاخد طبعا المون ارك لان هما دائما وابدا بيشتغلوا مع بعض يعني. وبعد كده الاسوشيتد ايدج بول بيقول لي هتحط الايدج بول اللي هو S-Edge.HANIMC.Local ولا هتعمل انت نيو ايدج بول. هنا طبعا انا اقدر اسوشيت الايدج بول بتاعه 2010 مع الايدج 13 هو مع الفرونت اند 13 طبعا ليها كونسيدريشن شويه ولكن هي موجوده ان انت يو كان سيلكت مفيش مشكله من هنا الايدج بول اهي هو هيضيفها لك الايدج بول بتاعه 2010 الموجوده فوق هنا. وبعد كده يا سيدي نقول له فينش. في الحاله دي بقى حضرتك ايه ضاف لك البول ضاف لك البول اللي احنا بتاعت ال 13 اللي هو انتربرايز اديشن وزي ما حضرتك شايف اهو عمل كولوكيشن للحاجات دي كلها. وبعد كده الاسوشيشن هنا عنده اسوشيتد اس كيو ال سيرفر على الانستنس دي والاركايفنج سيكول سيرفر ستور المون ارك والمونيتورنج سيكول سيرفر ستور المون ارك برضو والفايل ستور اللي هو بتاع ال السيكوال شير اللي احنا عاملينه والاوفيس ويب اب سيرفر اللي هو السيرفر ده اللي هو مش موجود لغايه دلوقتي والايدج بول الاسوشيتد ايدج بول اللي هي دي ومعندناش ريزيلينسي ومعندنا الويب سيرفيسز اوكي والكونفرنسنج انيبلد والميديشن كولوكيتد. وزي ما حضرتك شايف اهو
ما عندناش اي حاجه ناقصه يعتبر في الكونفيجريشن دي غير الاي بي جيت واي جاست ان كيس. يا جماعه هوريها لحضرتك جاست ان كيس. لو احتجت ان انت تو انيبل الاي بي جيت واي هتيجي عند البي اس تي ان هنا وتقول رايت كليك عايزين نعمل اي بي جيت واي بي اس تي ان. هيقول لك هنا ايه ديفاين فولي كواليفايد دومين نيم بتاع مين بتاع البي اس تي ان اللي هو مثلا هنسميه وليكن CU CM Cisco Unified Communication Manager أو Unified Call Manager dot مثلا يعني dot هاني MC dot local أو حضرتك ممكن تحط الايه الـ IP address مفيش مشكلة لو هو الـ IP address ممكن نخليه بالـ IP على طول وليكن هنسميه 10.3.3 مثلا 1 for example لأن ده IP Call Manager فعلا في النتورك. هنقول next على IP version 4 اه طبعا ممكن تلسن على كل الconfigured IP address او يمكن ان انت ايه تخلي تليمت على IP معين خلينا كل الايبات لان احنا عندناش غير IP واحد. فبيقول لي ترانك نيم انا هعمل لك ترانك هسمي لك ترانك اسمه كذا. طبعا هنا هو يعمل ترانك ليه لان انا عشان حضرتك تكلم فويس gateway او تكلم ميديا gateway عموما او تكلم اي سب سيستم لازم تعمل ترانك عشان تكلمه عليه عشان هو يعمل conversion للترافيك اللي هو هيجي لك لو هو مثلا G711 او هيحوله مثلا سب او انه هيبدا يعمل convert ما بين اللينك سيرفر وما بين الكول مانجر او ما بين التليفوني سيستم whatever هو نوعه ايه. قال لي سب ترانسبورت هتكلمه ازاي هتكلمه تي سي بي ولا تي ال اس. طبعا تي سي بي هيتكلم البورت 5066 وتي ال اس هيتكلم البورت اللي هو 5067 اللي هو السكيور. طبعا هنا بيقول لي الاسوشيتد ميديشن سيرفر ايه الترانك ده هيتكلم عنه ميديشن هقول له مع الميديشن دي لان انا ما عنديش اوريدي غير ميديشن واحد. طب ما جابليش الميديشن التاني ليه لان انا في 2010 ما عنديش ميديشن. وصلت؟ طيب هنقول له فينيش. ادي يا سيدي الميديشن بتاع حضرتك اهو خلاص واسوشيتد معاه الترانك الفلاني اتضاف اهو وادي يا سيدي الترانك بتاعك اتعمل اهو الترانك ده اللي هكلم بيه سيسكو لو موجود عندك وادي يا سيدي اللينك 2010 عشان ابقى اوريتها لك ما عندناش ميديشن اهو. لو حضرتك بصيت هنا على البول دي اهو الاي ام موجوده ما عندناش احنا بي اس تي ان ما عندناش كذا. لو انت عايز تنيبل بي اس تي ان والفويس هتقول له انيبل مونيتورنج اركايفنج عندنا ممكن اقول انا ايه بقى كولوكيت الميديشن فهو يعرف ان عندنا ميديشن وبعدين الليسننج بورت كام كذا ولا تي سي بي حط لك السكيور لوحده شايف اهو كليك اهو فيبدا يقول لك طب انت ما عندكش ترانكس هنا ممكن هنا ايه تضيف لو انت عند حضرتك ترانك هنقول له مثلا اوكي. فايه اللي حصل لو جيت عند الميديشن هنا هلاقي هو عمل لي ايه عمل لي ميديشن زي ما حضرتك شايف وتقدر تيجي على الترانك الفلاني ده وتقول له الاسوشيتد بول بتاعتك ال2013 او ال2010 يا سيدي لان انت عندك اتنين ميديشن زي ما حضرتك شايف بالشكل ده وتقول اوكي يبقى انت كده عملت اسوشيت للترانك على البول بتاعت الميديشن دي اهي يا سيدي. بساطة جدا 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 الموضوع انا بس بوري حضرتك كل الكلام ده بعمله ديمونستريت لحضرتك التوبولوجي بيلدر.